يعطيكم الف عافيه يا اخوان، وحبيت اهنيكم على الدوره الجديده، و موفقين ان شاء الله. وضع الاقتصادي زي ما انت حكيت في ضغط علينا، المشكله مرات كيف مؤسساتنا بيفتحوا فرص عمل لجيل جديد. اللي عايشين بالاردن وبيعرفوا الاردن، اكبر تحدي عندنا العلاقه بين القطاع العام والقطاع الخاص، بدنا نركز على المستقبل. إذا نحن بدنا نطور الوضع الاقتصادي لازم نشجع المستثمرين الأردنيين واللي حابين يجوا من الخارج، وبالذات إخواننا بالخليج اللي حابين الأردن وبيحبوا يجوا للأردن حتى بنسهل أمورهم، بنحرك السوق من جديد وبنحل تحديات الفقر والبطالة إن شاء الله.